الخير واهلا بيكم في لمتنا الحلوه. كل يوم خميس هنبقى معاكم، مش بس الخميس طبعا، السبت والحد والاثنين، هناخد الثلاث اجازه، والاربع والخميس هنبقى معاكم. يعني ان شاء الله الايام دي كلها هتشوفونا. يعني النهارده اول خميس هنبقى فيه معاكم، ومنوراني ومعايا النهارده هبه زميلتي العزيزه. زميلتي العزيزه، مساء الخير يا روني. مساء الخير النهارده لكل مشاهدينا في اللمه الحلوه. النهارده الخميس اول مره نشتغل، الشغل ليه طعم تاني ها؟ طبعا. ايه صح؟ يعني ليه بهجه كده النهارده الخميس، وهننزل لكم ان شاء الله كل خميس. طيب احنا النهارده معانا مواضيع مهمه جدا، هنستنى مداخلاتكم، والمواضيع دي بالذات تهم اولياء الامور عشان المدارس والجامعات، ولا ايه روني؟ حصل. بس اول فقره هنبتدي بيها حاجه جميله قوي عشان نفتح نفسكم، وعلشان تعرفوا ان في قصص حب فريده ما بتتكررش كتير، او في الزمن ده ما بقتش موجوده خالص. قصه حب مختلفه في نوعها، زوج قضى حياته كلها قلبه مقسوم اتنين، نص لزوجته ونص لمهنته وهي الصحافة. الكاتب الكبير لويس جريس، زوج الفنانة سناء جميل، كتب امبارح بوست الحقيقة يعني كلنا أو كل اللي شافوا البوست ده قلبهم يعني ممكن نقول حصل له حالة كده ما بقتش موجودة دلوقتي يعني. بس طبعا احنا هنسأله ازاي هو ابتدى قصة الحب وعاش قصة الحب وكمل كمان بعد وفاتها هذه القصة، لانه اكيد محدش ابدا بينسى الفنانة الراحلة الجميلة سناء جميل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اول حاجة انا عايزة اسأل حضرتك عن البوست اللي كتبته امبارح على الفيسبوك. وقلت انك هتحتفل بعيد ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل، ممكن تكلمني عن البوست ده؟ فعلا انا الحقيقة يعني هي خليني اقول لك بداية الحكاية اصلها ايه. بداية الحكاية اصلها ان سناء لما كانت تيجي قبل ما تنام بالليل كانت تتلو صلواتها، فلقيتها انا اولا بتتلو صلواتها باللغه الفرنسيه، فبقول لها على فكره سناء يعني ده حضرتك اللي كاتب البوست ده، احتفل بعيد ميلادك الى ان القاك. ايوه الله. هو في حب كده دلوقتي يا رانيا؟ هو في حب كده؟ أنا بسأل حضرتك دلوقتي في الزمن ده؟ ما هو خلي بالك بقى إيه؟ قصة الحب دي يعني يعني أنا أحب إن الناس تفهم معنى الحب الذي يكنه الإنسان لرفيقة عمره أو لحبيبته أو لزوجته أو يعني لوالدته. الحب هنا بمعنى الاحترام، انت بتحترم الزوجة، بتحترم مهنتها، بتحترم شغلها، بتحترم اهتماماتها، بتحترم كل ما يخصها، ما بتخليهاش تدوب فيك. يعني ايه؟ يعني نبعد الراجل المتسلط اللي هو مفيش كلمة غير كلمته، يعني الأنانية في الرجل بتختفي شوية، تختفي كتير ويديها مساحة. اهو كده تعطي مساحة للطرف الآخر لأن شخصيته تبرز وتبقى موجودة في المجتمع زيها زيه، ما يبقاش يعني يعني انت عارفة ايه في الصعيد دايما الراجل لما ياخد مراته وولاده ويكون رايح يزور امه فهو يمشي قدامه وهم يمشي وراه. انا دايما بطالب بالاتي، انهم يمشوا جنب بعض. بقول لا، مفيش حد يمشي قدام التاني. بالتساوي. بالتساوي وبالتوازي. فانا بطالب دايما ان علاقة الزوج بالزوجة، او علاقة الرجل بالمرأة، أو علاقة الحبيب بحبيبته، أو علاقة الأب بأولاده، كلها تكون
من منطلق المحبة القائمة، من منطلق احترام شخصية الشخص المتواجد ده. وحضرتك أول ما قابلت الفنانة سناء حبيتها ولا قعدت تتفرج عليها وتشوف تصرفاتها وتشوف فكرها فابتدت قصة الحب؟ هي لا، الحقيقة أنا أولا ما كنتش أعرف أن في فنانة في مصر اسمها سناء جميل، لأن أنا تقريبا سنة يعني 55 جاتني بعثة إلى أمريكا، وهناك ظليت لغاية سنة 59. ولما رجعت فكان في زميلة لنا سودانية اسمها خديجة صفوت، والنهاردة هي أستاذة في جامعة أكسفورد اسمها الدكتورة خديجة صفوت. خديجة صفوت دي الحقيقة لما أنا وصلت لقيتها بتقول يا جماعة أنا كنت معجبة بالسيدة فاطمة اليوسف وجيت مصر عشان أعرف إزاي الست التي لا تقرأ ولا تكتب تصدر مجلة وتحط اسمها وتصبح أقوى مجلة سياسية في الشرق. دي حقيقة فعلا صح، يقراها كل ده. فجاية هي علشان تكتشف سر إبداع فاطمة اليوسف في إنها تنشئ مجلة وتحط اسمها، واسم كان غريب قوي، روز اليوسف. روز اليوسف. من هنا الحقيقة خديجة صفوت أنا كنت راجع من البعثة فبتقول لي صحيح يا أستاذ لويس احنا ما اشتغلناش مع بعض، بس احنا أحب أني أوجه لك الدعوة تيجي تسهر معانا الليلة في الحفلة اللي أنا عاملاها عشان أعبر عن شكري وتقديري لكل الذين ساعدوني خلال فترة تدريبي هنا في روز اليوسف. ولما رحت هناك بالليل قالت أنا عاملة الحفلة في بيت زميلة ليا ممثلة هنا اسمها سناء جميل. سناء جميل. فرحت أنا وقعدت هناك، وبعدين على الساعة 10:30 هما قالوا لنا الحفلة الساعة 9. أنا رحت في الميعاد على الساعة 10:30 دخلت سناء جميل وقالت يا جماعة اعذروني أنا كان عندي بروفة والبروفة تأخرت فأنا عشان كده جيت متأخرة. فجت وقعدت جنبي وبدأت تكلمني على إن الأستاذ يوسف. فأنا هم عرفوها علي قالوا لها لويس جريس صحفي في مؤسسة روز اليوسف. فهي تقول لي واخد بالك يا أستاذ يوسف، فأنا أقول لها بعد إذنك يا أستاذة سناء أنا اسمي لويس. مش يوسف. إنما بدأت تكرر يوسف يوسف يوسف، فأنا قلت لها اسمعي بقى يا سناء عايز أقول لك حاجة، يوسف جريس رجل معروف وموسيقار معروف في مصر، بس أنا لويس بس. أنا لويس بس. أيوه. فالمهم هي ضحكت وقالت طيب ما فيش مانع. وبعدين أنا الحقيقة كنت دايما حريص في عملي على أني أنام بدري عشان أصحى أكون في مؤسسة روز اليوسف قبل أن يجي أحمد بهاء الدين، وكان يحضر في 8:30، فأنا كنت 8:15 أكون في روز اليوسف. وكنت ما سيبش روز اليوسف إلا بعد أن يغادرها إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس كان ينزل لو عنده مسرح أو سينما ينزل 8:30 عشان يروح المسرحية أو الفيلم. طب حبيتها إزاي؟ أنا عايز أعرف حبيتها إزاي؟ ما أنا هقولك بقى. وبعدين قعدت جنبها وقعدنا نتكلم، وبعدين هي وأنا ماشي قامت توصلني لغاية باب البيت. وأنا على باب الشقة قالت لي أستاذ لويس، وأنا هو بقول لك لويس معاك 3 تعريفة؟ ليه؟ قلت لها معايا، حطيت عملت كده وحطيت ايدي، انا معايا قرشين ساغ. قالت دول علشان
تضرب لي تليفون بكرة. أنا على فكرة تليفوني سهل جدا 20148. كانت الأرقام أيامها 5. حضرتك فاكر الرقم الرقم بالذات 20148. ده صحيح. ومن هنا بدأت بقى الاتصالات. ومن هنا بدأت الفكرة قصة الحب في أننا نلتقي. وكانت هي لما يكون عندها يعني تمثيل كانت تخلص تقريبا 11:30 12 الا ربع. ده كان زمان بالليل بقى. يعني ده يعني دلوقتي زمان ده كان بالليل. بالليل فكنت اروح استناها انا هناك. لما يكون ما عندهاش تمثيل كانت تفوت عليا حوالي 8:30 انزل انا معاها من روزا اليوسف ونروح نقعد في الحسين. انا كنت احاول لما اكون قابض مرتبي ان احنا يعني نروح نسهر في حته كويسه. حته يعني زي الاوبرج زي سينما الحتت المعروفه دي في ذلك الزمان. فهي كانت لا تقول لي لا احنا هنروح الحسين وهناك هنقعد في قهوه الفيشاوي وناكل سندوتشات مخ وكبده ونشرب شاي اخضر. ياه. لا استني بس يا رانيا عشان انا عايزه اساله سؤال مهم جدا. في ست دلوقتي في الزمن ده تستاهل الوفاء ده؟ لا. صح؟ في الزمن ده يعني كل واحد بيفكر في نفسه. انت مش ناسي ادق التفاصيل الصغيره. ده صحيح. لا مش ناسيها ليه؟ لان الحقيقه يعني دايما اقول انا الحكايه دي انا لو كنت تزوجت باحدى زميلاتي في الدراسه او زميلاتي في الصحافه كنت هبقى مجرد زوج عادي. لكن زواجي من سناء جميل هو اللي عمل الفرق. لان سناء جميل يعني حياه متدفقه مثقفة ما تفضلش ساكتة أبدا. يعني هي مثلا إيه إما إنها بتمثل أو إذا كانت في البيت فهي كانت تحب التفصيل. فبتخيط تعمل فستان لنفسها بنطلوناتي أنا من بعد ما تزوجنا كل البنطلونات الصيفي كانت هي اللي تعملها لي. تقول لي أنا أعرف أعمل البنطلون بس ما أعرفش أعمل الجاكيتة. الجاكيتة صعبة وعايزه يعني صريحة شغل. يعني صريحة عايزة ست مختلفة. انما البنطلونات انا اعمل لك بنطلون كويس قوي وتقيسه وتعمله وبعدين تعمل التانية بتاعت البنطلون. يعني ايه؟ طب ليه حضرتك بتقول ان مفيش ست دلوقتي تستاهل؟ نعم؟ ليه حضرتك بتقول مفيش ست دلوقتي تستاهل كل الوفاء ده؟ مش بقول ان مفيش، لا بقول مش متوفر هذه النوعية من البشر. يعني هذه النوعية التي تتفانى في خدمة زوجها والاعتناء بي. يعني أنا مثلا عمري ما رحت جبت خدت قميص ولقيت فيه زرار مفكوك. يعني باستمرار القمصان مترتبة. الحاجة الأغرب الجزمة. هي دايما كانت تقول لي على فكرة الإنسان الشيك يبان من لون الكرافتة بتاعته والجزمة. وجزمته متلمعة. دي حقيقة فعلا. فكانت هي تلمع الجزمة بنفسها. ودي كانت ايه تحيرني فيها. انا كنت دايما ايه اقول الله الناس لما لو يعني لو انا حكيت للناس قلت لهم ان سناء جميل بتلمع لي الجزمه كل ليله عشان الصبحيه لما انزل ابقى مش هيصدقوني. مش هيصدقوا. ايوه صح. طب مفيش اي اختلافات حصلت بينكوا عشان مواعيدكوا؟ نعم. انت مفيش اي اختلافات حصلت ما بينكوا بسبب شغلها كهي فنانه وبترجع متاخر؟ لا بسبب الشغل. لا صحفي؟ لا لا خالص بسبب الشغل. كنت انما حصلت خلافات بسبب اشياء اخرى. امال الخلافات ايه بقى؟ الاشياء الاخرى. الاشياء الاخرى دي ايه؟ الاشياء الاخرى كانت مثلا ان هي مش عايزه اولاد. فليا سناء قالت لي شوف ده شرط اساسي في الزواج. معقوله؟ اه. طب ايه السبب؟
السبب بتقول الاتي: انا لو عندي طفل والطفل ده تعبان وعندي مسرح مش هقدر اسيبه. عشان شغلها المسرح واقعد مع الطفل. وهي بتقول: قدامي نموذج فعل ذلك واعتزل التمثيل. اقول لها مين؟ تقول لي نعيمة وصفي. نعيمة وصفي قالت لي: ممثلة بارعة. انا كنت اتفرج عليها وانا طالبة في المعهد، واتمنى، اقول لها انا اتمنى في يوم من الايام ان ابقى زيك. فنعيمة وصفي تزوجت مدير تحرير الاهرام، فخلفت ولدين وبنت. في الثلاث مرات اللي خلفت فيهم احتجبت عن المسرح 9 سنوات، اختفت، فبالتالي ما اشتغلتش ممثلة. بس ده قرار صعب، يعني ان انا اتنازل عن امومتي عشان شغلي. ده معناه ان هي بتحب المهنة شغلها جدا، وهي قوية وبتستطيع ان تقسو على نفسها. ده هي عاشقة للمهنة كده يا رانيا، عاشقة. يعني هي كانت دايما تقول لي ايه: انا اتمنى ان يكون عندنا ولد او بنت، وخاصة يعني كنت احب ان يكون شكلك وبطبعك وبطريقة اسلوبك في معاملتي، لكن انا ما تحملش المشاكل التي تبعدني عن عملي. استاذ لويس، نعم، حضرتك رجل صعيدي. ايوه. ازاي تحملت يعني عدم الانجاب، وازاي ما كنتش بتغير؟ دي بقى ليها رد تاني. انا نفسي اسمع الرد ده. انا الحقيقه صعيدي، ولكن هذا الصعيدي كان نفسي اني ادخل كليه الطب. ليه؟ لاني كنت وانا طفل صغير كانت تنزل لي اللوز وترتفع درجه حرارتي، فكان لما يجي الدكتور ويكتب روشتة ويجيبوا لي الدواء اخد الدواء ده فاخف وارجع العب تاني وابقى كويس. فانا قررت ان انا لما اكبر هدخل كليه الطب علشان اقدر اكتب روشتات تشفي الاطفال وتقومهم عشان يلعبوا. الله. فلما وصلت للثانويه العامه، انا المجموع بتاعي كان 61.5، فكليه الطب جامعه القاهره اللي هي كانت جامعه فؤاد الاول، ما كانتش لسه جامعه القاهره ولا القصر العيني، دي كانت خدت لغايه 62.5. وجامعه فاروق الاول في اسكندريه اللي هي جامعه اسكندريه دلوقتي خدت لغايه 62. فانا ما فيش عندي غير 61.5، فلقبلت فيه، وما كانش في جامعات ثانيه غير جامعه فؤاد الاول وجامعه فاروق الاول. وكان تحت الانشاء جامعتين تانيين، جامعه الخديوي واسماعيل اللي هي جامعه عين شمس دلوقتي، وجامعه اسيوط. دول كانوا تحت الانشاء لسه. فانا الحقيقه لما رحت اسكندريه، يعني حد قال لاخويا الكبير، قال له خليه يروح كليه العلوم في اسكندريه، لانه لو نجح بجيد جدا في سنه اولى وجيد جدا في سنه تانية يقدر يحول اولى طب. وبالتالي يكمل في كليه الطب. فأنا فعلا رحت كلية العلوم في جامعة اسكندرية، وكلية العلوم كانت في محرم بيه، وبدأت يعني الدراسة هناك ونجحت في سنة أولى بجيد جدا، ودخلت على سنة تانية، وكان يعني متوقع أن أنا برضو هنجح بنفس التقدير. لكن في منتصف السنة عاد من أمريكا أستاذ علم الحشرات الدكتور عبد العزيز الحضري، فاللي كان ماسك مجلة الكلية قال لي: يا لويس أنت عضو جماعة الصحافة. قلت له: قال لي: طب إيه رأيك تعمل لنا موضوع مع الدكتور عبد العزيز الحضري عن رسالة الدكتوراه بتاعته وعن الجامعة اللي كان فيها
والجامعات في أمريكا والدراسة في أمريكا هو. فالمهم عملت موضوع كبير نشر على 4 صفحات في مجلة الكلية ومكتوب كده مش عارف ايه، حوار مع الدكتور عبد العزيز الحضري بقلم لويس جريس. من هنا عجبت حضرتك هذه؟ نعم. من هنا ابتدت ان المهنة تبقى هي دي. ايوه. انا بقى اول ما شفت المجلة كده وبقلم لويس جريس خدت عددين ونزلت في شوارع اسكندريه. ها. عايز اوقف الناس واقول لهم انا اللي كاتب دي. ايه اكتر قصه حضرتك كتبتها مدام سناء كانت بتحبها؟ كويس، انت جيتي هنا لحكايه خطيره جدا في حياتي. سناء جميل لم تكن تقرا لي. لم تكن تقرا خالص، وكانت تسمع من الناس بره عن الحكايات اللي انا بكتبها. طب ليه؟ احنا لازم نعرف ليه. لازم تعرفي ليه. هي سناء جميل كانت تهتم بحاجتين، سناء جميل شخصيا وما يهم سناء جميل، اي شيء اخر لا يدخل في اهتمامها. يعني دي نوع من انواع الانانية؟ نعم، نوع من انواع الانانية. حتى هي كانت انانية في ان هي ما تجيبش اولاد، يعني بتحب شغلها اكتر من من الامومة. طب كنت بتتعامل مع ده ازاي؟ كنت مستحمل؟ يبقى اكيد كان فيها حاجة حلوة جدا. انت كنت بتحبها وما تقدرش تستغنى، يعني ما تقدرش تستغنى عن الحياة. لا دي طبيعي. بدليل يا رانيا ان زواجكم استمر 41 سنة. نعم، زواجكم مستمر 41 سنة. فعلا 41 سنة، وكان ممكن يستمر اكتر لو عاشت. ايه اكتر حاجة حبيتها في الفنانة سناء؟ شوفي، دقتها الشديدة فيما تعمله. يعني اذا عملت حاجة، يعني قعدت تفصل حاجة، تهتم بالتفاصيل الشديدة للحاجة اللي بتعملها، سواء كانت يعني. ايوه، بس هي كانت بتهتم بالجزمة بتاعتك. ايوه، مش معقولة مش هتهتم باللي بتكتبه، يعني لازم تقراه عشان هي على رأيها كشخص. يعني هي بتحبك انت كشخص. ما هي بتحبني ليه؟ هو ده السؤال المهم. او هي بدأت تحبني بعد ما اتجوزنا، مش قبل ما اتجوزنا. ليه؟ لاني ايه، حكاية الجواز دي جات ازاي؟ كنا بنتقابل كتير، وبعدين في يوم، كان يوم كده يعني حر قوي، وبعدين رحنا في حتة واتغدينا وشربنا كزوزة وحاجة زي كده، وبعدين بقول لها سناء انت عايشة لوحدك وانا عايش لوحدي، ما تيجي نعيش مع بعض. بالطبع هي خدتها في ذلك الوقت بالمقصد الفرنجي. ان مفيش زواج، ان الورد والست يعيشوا مع بعض من غير زواج. فضحكت ابتسمت كده وسكتت. فانا قلت الفكره ما عجبتهاش، ويعني عبرناها، ما توقفناش عندها تاني الفكره دي. الكلام ده كان يوم 27 أبريل سنة 1960. فأنا يعني دهشت إنها هي ما ردتش عليا. وبعدين استمرينا لا نتحدث لا بالتليفون، لا هي بتكلمني ولا أنا بكلمها. لكن فجأت بيها يوم 15 يونيو سنة 1960 بتكلمني في التليفون، تقول لي لويس يا جريس، انت لما كنت بتقول انت عايشة لوحدك وانا عايش لوحدي، ما تيجي نعيش مع بعض، كان قصدك الزواج؟ قلت لها قال طب نتجوز يوم السبت اللي جاي. ست عملية. هي اللي حددت كمان الميعاد. فروحنا عشان نحدد يعني مكان نتزوج فيه.
فأنا قلت لها طب إيه رأيك نتزوج في الشهر العقاري؟ يعني أنت كاثوليكية وأنا أرثوذكس، فاختلاف الملة فممكن يعني نتزوج في الشهر العقاري. وأنا كان في ضميري أن يعني ربما يعني الزواجة دي ما تستمرش، ولما تبقى في الشهر العقاري نقدر نخلع نفكها بسهولة. فقالت لي لا اتجوز في الكنيسة. رحنا الكنيسة، الكنيسة قالوا صيام ما ينفعش. فأنا الحقيقة اسقط فيا دي. قالت لي شوف لو ما شفتش صرفة نتجوز بيها يوم السبت اصرف نظر عن الزواج. قوية برضو. فرحت انا ايه للكنيسة البروستانتية، دول ما عندهمش صيام وممكن يعقدوا. فرحت هناك وخدت معايا اخويا الاكبر مني، هو محامي. قالوا لك ايه بقى هناك؟ يعني هو الراجل بيقول لي ايه القسيس، بيقول لي انت مستعجل ليه؟ في حاجة؟ قلت له لا. عشان لو ما اتجوزتش دلوقتي مش هتجوز. ايوه. القسيس كان فاكر انا مستعجل ليه؟ لاننا مورطين وهي حامل مثلا. وعايزين نغطي الحكاية. فقلت له لا صدقني ما فيش اي حاجة، ولا هي حامل ولا في اي حاجة من هذا النوع. قال له امال متسربح كده ليه؟ قلت له ده حكمها. قال لي وانت طب قابل ليه؟ قلت له بيني ما بينك بحبها. قلت له كده بيني ما بينك انا ارتبطت بيها ليا فترة بنتقابل، ويعني ارتباطي بيها اصبح يعني جزء من حياتي لا استطيع ان استغنى عنه طبعا. فقال لي خلاص يعني تعال ونعمل لك الارتباط ده ونوثقه لك في الكنيسة. فرحت انا واخويا فايز المحامي. فرحت اول ما قلت لها كده؟ فرحت. وادم حنين الفنان المثال المشهور حاليا. فخدتهم يعني كشهود على الزواج. ورحنا هناك، فالقسيس بص لي قال لي فين المعازيم؟ قلت له معازيم ايه؟ احنا مش عازمين حد. قال لي ما ينفعش. قلت له يعني ايه ما ينفعش؟ قال لي شوف الزواج لازم يكون على رؤوس الاشهاد، إشهار؟ لازم تبقى في ناس حاضره ويبقى في اشهار، اشهار ونقول يعني في حد يعترض على كذا. قلت له طب، قال لي لا من غير ناس مش هينفع. ده كان يوم السبت بقى؟ لا كان يوم الحقيقه. ايوه كان يوم سبت. طب وبعدين ما هي طب ما هي قالت لك لو ما اتجوزتناش النهارده خلاص مش هنتجوز. ده صحيح. ها عملت ايه؟ فانا عملت الاتي، طلعت على روزا اليوسف جبت اتوبيس ولا لقيت ورديه نازله من العمال مخلصه الورديه ونازلين. الورديه بتاعت الصبح بتيجي كانت من 8 لغايه 4. قلت لهم يا جماعه انا مزنوق فيكم، انا هجيب دلوقتي 7 تاكسيات، كل تاكسي فيه 5، هنروح كنيسه في شبرا هستحضروا جوازي وبعدين التاكسيات دي هترجعكم تاني. وفعلا خدت العمال بتوع روزا اليوسف وراحوا كانوا هم شهود زواجي. يا بختها. حقيقي يا بختها يا رانيا. ايه اكتر حاجه حضرتك ندمت عليها واكتر حاجه الفنانة سناء جميل ندمت عليها؟ عدم الخلفة. لما كبرت؟ لما كبرت وبلغت سن 60. وأنا أولاً لما بلغت أنا طلعت معاش قبلها، لأن إحنا لما اتجوزنا أنا وشي ما يبانش عليه سني. فكانوا دايماً بيقولوا بيتهموها بأن سناء جميل اتجوزت واحد أصغر منها، أصغر منها ب10 سنين. ما كانتش بتغير؟ ما كانتش بتغير؟ ما هي لا يعني هي بيتقال عليها. أيوه ده هي أكبر، هي كبيرة. أيوه وأنا سني صغير. في ست ما بتغيرش يا رانيا، أكيد كانت بتغير. مع أن الحقيقة أنا أكبر منها ب3 سنين. ف
فين وفين لما طلعت انا معاش فحاجة غريبة، انعم علي الرئيس انور السادات بوسام الاستحقاق، ف ومعرفش ليه اذيع في النشرات بتاعت يوم تسليمي الوسام ده في نشرة 12 الظهر واثنين ونص والساعة 6 مساء أزاعوا إيه؟ والساعة 9 والساعة 11 خمس مرات بيتزاع أن أنا استلمت وسام الاستحقاق من الرئيس بمناسبة خروجي على المعاش. فقالت ربنا نصفني في الآخر، ربنا نصفني أهو طلع معاش قبلي. طب هي ندمت على ان هي لم تنجب او اخذت هذا القرار وحضرتك لما بلغت سن الستين فقالت لي ألويس احنا غلطنا. قلت لها غلطنا في ايه؟ قالت ان احنا ما خلفناش، كان حياتنا خلفنا لنا ولد او بنت اهو. كانت حاليا هي لما كبرت بقى الممثل لما يكبر طلب يقل عليه طبعا. ما يطلبش، لما يكون صغير بيطلب كتير في ادوار كتيره انما لما يكبر دور الام، دور الجده، دور الخاله، دور ادوار يعني ايه. فهي قالت لي لويس شوف ساعات كتيره بقعدها انا لوحدي في البيت وانت بتروح شغلك، فلو كان في ولد او بنت خلفناه كان برضو يسال عليا ويطل عليا، يخلف هو أولاد أنا أشيلهم، يعني الحياة تكمل. إحنا غلطنا. أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال. لما بتتفرج دلوقتي على أي فيلم أو مسلسل للفنانة الراحلة سناء جميل، الجميلة اللي أنا شخصيا بعشقها، بتحس بإيه؟ يعني أنا الحقيقة أولا بحب اتفرج عليها على لما التلفزيون بيظهر لها فيلم ولا حاجه بقعد اتفرج عليه للاخر رغم اني شايفه عشرات المرات ورغم ان هي ما قريتلكش ولا كتاب. انا متضايقه جدا. رانيا بتهدي النفوس ليه يا رانيا؟ انا متضايقه جدا. ده صحيح. ده هي المشكله بتاعتها كانت احيانا تقول لها على فكره لويس يا سناء جوزك كاتب حكاية جميلة جدا في صباح الخير، فتيجي تقول لي على فكرة بيقولوا انك انت كاتب حكاية حلوة بيقولوا لها فانا بقول لها طب خدي قريها، تقول لي ما عنديش وقت اقرا بقى. فعلا ده ما انا في الحكاية دي ايه. طب ازاي انت يعني تفانيت في هذا الحب؟ ما هي هي الـ انت كنت بتحبها اكتر ما هي بتحبك؟ يعني مش كده؟ ده صحيح. طب ما ندمتش على ده؟ لا انا عايز اعرف ايه اللي انت ندمت عليه. لا ما ندمتش على حاجه. لا يا رانيا اكيد ما ندمتش. مع سناء. طب ندمت على ايه في حياتك؟ زي ما قلت لك ان ايه؟ ان انا كان ممكن جدا اعيش حياه عاديه جدا لو انا تزوجت باحدى زميلاتي في الدراسه او زملائي في العمل. لكن زواجي من سناء جميل دخلني في حياة مثيرة متجددة، يعني فيها أضواء، ناس، حفلات، كل شوية أحداث، وتنطلب يعني، والناس تتمنى أنهم يعزموها فأروح معاها أنا. فدخلت بيوت وتعرفت على ناس من خلال زواجي من سناء جميل. وما ندمتش أنك أنت ما خلفتش؟ لا بجد؟ ليه بقى؟ لاني ما كانش في المجتمع عندنا مستقبل يبين ان في حاجه يعني مفرحه في المجتمع. بس الصعايده ما عندهمش الكلام ده. لا مش حكايه الصعايده هنا، ما انا ايه، انا عشان تعرفي بقى حكايه الصعايده في داخلي، انا بمجرد ما يعني كتبت الموضوع اللي في مجلة كلية العلوم مع الدكتور حوار مع الدكتور عبد العزيز الحضري سألت الدكتور
عميد كليه العلوم في اسكندريه. قلت له يا دكتور عبد الفتاح، اللي عايز يدرس صحافه يدرسها فين؟ فقال لي ما فيش غير مكان واحد في مصر وهو الجامعه الامريكيه بالقاهره. حضرتك خريج الجامعه الامريكيه. أيوة. ودرست هناك فانا رحت بقى وانا نازل في اجازه نص السنه، تخلفت في القاهره وقعدت ادور على الجامعه الامريكيه، فعرفت انها في ميدان الاسماعيليه اللي هو ميدان التحرير دلوقتي. كانت الدفعه كم طالب بقى كده؟ 20؟ في تقريبا كان يعني لما كنا في كليه العلوم كنا تقريبا 25، انما لما كنت في الجامعه الامريكيه كنا 11. كنا 11 معظمهم من البلاد العربيه، معظمهم من الاردن، فلسطين، يعني مثلا كان معانا في الجامعه الامريكيه معين بسيسو وهو شاعر، ما شاعر مشهور جدا، وشاعر كان حاصل على جائزه من جوائز الصحافه المهمه، معين بسيسو. معين بسيسو، ايوه. وده يعني كان مشهور، وكان اتحبس برضه في ايام عبد الناصر لانه كان شيوعي. الحوار مع حضرتك ممتع جدا جدا الحقيقه، ما بيخلص بس فعلا. يعني احنا للاسف وقتنا خلص. يعني حضرتك يعني هو كمان يعني مرتبط بميعاد يا رانيا. على هو فكره مرتبط بميعاد. احنا عارفين كل حاجه على فكره. ده صحيح. الكاتب الصحفي لويس جريس العاشق لزوجته، احنا اتشرفنا بحضرتك واكيد هتجيلنا تاني. ده يشرفنا. نناقش بقى القصص الصغيره اللي مدام سناء ما قريتهاش. انا هقرا رانيا، وناخد روشتات يا رانيا كمان. ناخد روشتات.